إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. فيضانات الأمطار تكشف عيوب تخطيط المدن جنوبي صلاح الدين، وسكان يشكون غرق المنازل وهلاك المزروعات. شركات طبية دولية لإدارة مستشفيات العراق لتحسين خدمة المرضى، والأمم المتحدة تحزم حقائب الوصاية حزيران المقبل. خبراء يحذرون من مناطق رخوة لإعادة انتشار داعش، والواشنطن بوست تؤكد منع الفصائل من تجاوز خطوط طهران مع واشنطن. البرلمان العراقي يجهل مصير موازنة العام الجاري، وقبيلة بني تميم والكرد يحددان مصير المحافظ في ديالى وكركوك. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.